نستمع الآن إلى عدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم للقرار الأمريكي التاريخي بالاعتراف بالسيادة المغربية على كامل صحرائه. هنا يا اليوم جيت سعداء بهذا الخبر اللي سمعنا بتأكيد الدولة كأمريكا عن أحقية الصحراء المغربية. يعني احنا ما خلقنا والحمد لله كنعرفوا بلي الصحراء مغربية ودائما ان شاء الله تبقى مغربية، وكنتمنى هذا الخبر يكون فعل خير علينا ونزيدوا نسمعوا اخبار سارة اخرى. كشباب مغاربة كنعتزوا بمغربيتنا وكنعتزوا بالقضية ديال الصحراء ديالنا، الصحراء مغربية وغتبقى ديما مغربية. واليوم الحمد لله امريكا اللي هي قوة عظمى اعترفت ايضا بالصحراء المغربية ديالنا. اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء بعد تحرير المعبر القرقرات من عصابة البوليزاريو، هذا كيأكد على ان اكبر قوة في العالم يعني اليوم اعترفت يعني بمغربية الصحراء، وكان قرار صائب. حنا كمغاربة صراحة فرحانين بزاف بهذا القرار، اعتراف ديال الولايات المتحدة الامريكية بالسيادة المغربية على صحرائها، وهذا الشيء اللي غيصب في الصالح ديال المغرب كدولة وفي الصالح ديال الشعوب الشقيقة. وحنا بطبيعة الحال وراء القيادة الرشيدة ديال صاحب جلالة السادس محمد السادس نصره الله، هذا الشيء اللي غيخلي المغرب يوطد العلاقات الاقتصادية والسياسية من إفريقيا.